السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة مغربية من إنجلترا. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. الوصفة ديال اليوم فلان بطريقة بسيطة وسهلة في التحضير، تيجي في المذاق ديالو لذيذ بزاف والشكل رائع وجميل، يبغيه الصغير والكبير. نتمنى تجربوا هذه الطريقة البسيطة في تحضير الفلان، أكيد غادي تنال إعجاب ديالكم. إلى عجبكم الفيديو شاركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر وديروا لايك للتشجيع وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. بقوا معايا نتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات عندنا كاس لوز محمر ومطحون، وعندنا 4 ملاعق مايزينا أو دقيق الذرة، وعندنا علبة صغيرة ديال الحليب المركز المحلى، ولتر حليب، وكيس من فلان أنا استعملت نكهة الفاني، وعندنا كاس سكر سنيدة باش غادي نحضروا الكراميل. ناخذ كاس الا ربع ديال سكر سنيده ونعمله في مقلاه على نار هادئه ونخليه حتى يوجد بلا ما نحركه. نوضع لتر من الحليب في كسرول، ونضيف عليها اللوز مطحون ونخلطه مع الحليب. ونضيف عليه 4 ملاعق مايزينا نضيفوا الكيس ديال الفلان. ضروري نعملوا هاد الخليط في الخلاط الكهربائي باش ينسجموا جميع هاد المكونات. من بعد نضيفوا الحليب المركز المحلى ونوضعه فوق النار مع التحريك المستمر. كيف ما كتلاحظوا الكراميل بدا كيوجد بدون ما نحركوه، فقط على النار هادئة جدا.
من بعد ما وجد الكراميل نطفيو عليه النار ونخليوه جانبا. من بعد معقد الفلان هذا هو القوام ديالو، نطفيو عليه النار ونمشيو نوضعو الكراميل في المول. نضيفوا عليه الخليط ديال الفلان ونخليه جانبا حتى ياخذ درجة حرارة المطبخ. كيف ما كتلاحظوا انا عملت واحد المول فردي كفكرة، اللي بغى يعمل مولات فرديين ممكن تستعملوا زلايف في تحضير مول فردي. من بعد ما برد الفلان وخدا درجة حرارة المطبخ، نغطيه بلاستيك غذائي وندخلوه للثلاجة تقريبا واحد 60 دقيقة. من بعد نقلبوا الفلان في صحن التقديم ونمشي ونوجدوا فواكه التزيين. بالنسبة للتزيين تبقى أكيد على حسب الرغبة وعلى حسب المتواجد عندنا. انا عملت لوز افيلي من فوق الفلان وقطعت تفاحة واجاصة وبرتقالة وحبة موز الى شرائح وسقيتهم بعصير الحامض مخلط بسكر سنيدة. وزينت بهم الفلان بهذه الطريقة. تبقى التزيين أكيد على حسب الرغبة.
لاحظوا حتى المول الفردي تيجي رائع وجميل، ممكن نعملوه فقط في زلافة ونقلبوه ونزينوه بالفواكه أو بالمكسرات. أنا زينته بقطع الموز دوائر وكريم شانتيي والتوت. والفلان تيجي بهذا الشكل بطريقة بسيطة وسهلة في التحضير، والشكل أكيد رائع والمذاق لذيذ. جربوا هذه الطريقة أكيد غادي تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر، وديروا لايك للتشجيع وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.